تداولت مصادر إعلامية متطابقة قبل قليل أخبارا عن وفاة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أحد مستشفيات ألمانيا عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ جراء صراعه مع فيروس كورونا المستجد. وأضاف المصدر ذاته أن التحضيرات للإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية الجزائرية جارية على قدم وساق حاليا بقصر المرادية، للإعلان رسميا عن الخبر خلال الساعات القليلة القادمة بعد تحفظ تكتم شديد عن الخبر دام لأيام خوفا من اندلاع الفوضى والتأويلات بالجزائر حول الأسباب الحقيقية وراء وفاة الرئيس الذي لم يعمر في الحكم طويلا. ويذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة جراء إصابته بفيروس كورونا والذي تسبب له في أزمة صحية خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى ألمانيا، حيث خضع للعلاج هناك منذ أكثر من 3 أسابيع.